ننتقل من ترندنج لبرنامج قديم جدا، ومين فينا ما تابع سكوب وثريا؟ ريا طبعا كنا دائما نتابع من خلالها ونواكب اخبار المشاهير، وكلنا يمكن انا عن نفسي كنت احسدها ما شاء الله، كانت تقابل كل المشاهير. والحلو يا خليل انها كانت دائما تعمل سكوب دائما بطريقه جديده ومتجدده وبطريقه خاصه. صحيح. على اسلوبها هي ومختلفه تماما وعلى طريقتها الخاصه. خلينا نتذكر يعني مع بعض بدايات ريا واهم محطاتها في ام بي سي. مباشرة من مدينة النجوم، حلقة جديدة من سكوب في هوليوود. Good evening everyone. رحب بكم مشاهدينا في حلقة الليلة من برنامج سكوب. أنا ريا وكل الفانز لهاري بوتر. الليلة عم نودع سنة 2014 ونستقبل سنة 2015 سينمائيا. ريا أبي راشد 21 عام من التألق والتميز مع ام بي سي، نجمة برنامج سكوب يلي عرفت بأول صحفية عربية بتستضيف مشاهير هوليوود ونجومها، وكان لها بصمتها الخاصة ببرنامج Arabs Got Talent. أجمل العروضات الفنية Arabs Got Talent. تعرف باحترافيتها العالية والتزامها الكبير بعملها، وريا من الأشخاص اللي بتآمن أن الوصول لمستويات متقدمة بالحياة المهنية بيتطلب وقت وجهد، والشهرة مو هي الهدف إنما بتتحقق مع النجاح. الشغف هو عنوانها اللي سهل كتير تقروه بعيونها. ريا هي نجمة ساطعة بسماء قنوات ام بي سي اللي قدمت لها كل أدوات النجاح، وهي وظفتهم بالطريقة الأمثل. يا سلام، الكليب هذا رجعنا الأيام حلوة وذكريات جميلة مع ريا. ريا يمكن أنت من الناس اللي لما أي واحد يكتب اسمك في جوجل على طول يطلع لي تعرضت لموقف طريف، تعرض الأحوال الجوية يعني بعد صارت معك لها مواقف، الحمام والعصافير صار لها معها مواقف، يمكن بالهوى الحين بأي لحظة يصير معك موقف يمكن لا إرادي. رحب فيك يا ريا، مبسوطين أنك أنت معنا في الحلقة الخاصة باحتفال الام بي سي 30. بس قبل ما أسألك، مين في أحد في هوليوود مشهور ما عملتي معاه انترفيو أو ما تعرفتي عليه؟ سألني نفس السؤال لجورج الريحي بحلقة هو مصطبيق مليونير الخاصة، وسألته أنا هيك دغري من يلي عايشين مع حدا، يمكن يلي من الخمسينات نجوم هوليوود مثل إيفا غاردنر أو مارلين مونرو، ويلي توفوا للأسف ما قدرت أعملهم انترفيو. طب ريا ما شاء الله أنت من أكثر الإعلاميين المجتهدين، لكن مرات ممكن الكفاءات لو ما هي موجودة في مكانها الصح يعني ممكن ما توصل. إيش أكبر دعم قدمت لك هو ام بي سي خلال مسيرتك المهنية؟ الام بي سي قدمت لك كل الدعم، يعني مش بس الدعم الميزاني لانه برنامج مثل سكوب وذ رايا عايز ميزانيته، الدعم المعنوي، الدعم كل الافكار الجديده يلي انا بكل حياتي المهنيه بالام بي سي قدمتها. مثل الام بي سي مثل كل المشاهدين كبروا عم بيحضروا الام بي سي، نفس الشيء مع برنامج سكوب وذ رايا لما بيوقفوني لما بكون بالسفر او بالمطارات وكل شيء بيقولوا لي انا كبرت عم بحضر البرنامج، وهذا الانجاز انا بقلبي يعني من 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 احلى الكومبلمنتس اللي فيهم يعطوني اياه، انه دوام البرنامج التواصل بالبرنامج هيدا يلي انا قدرت احققه بسبب الأمبيسي. ويمكن هذا يا ريا كمان دليل نجاح البرنامج، وانه ما شاء الله ممكن مش انه ما كان عندك منافسين لكن انت تميزتي. الصراحة ما كان في تنافس قوي مع ريا عشان كذا ما شاء الله. هو أساسا ريا لها تصريح سابق إنها ما تؤمن بالمنافسة، أنا قاري لها كذا صح؟ صح ولا لا يا ريا؟ ما تؤمن بالمنافسة؟ أي منافسة؟ ما في منافسين. شفتي كيف؟ خلصت منهم كلهم بعد اثنين حدا. لا دائما دائما ريا كانت في مكان لحالها وما شاء الله من نجاح لنجاح لنجاح، وكلنا كنا مواكبينه، مش إنه إحنا بنكبرك في العمر، لكن فعلا كل أحد كان يعني أي حاجة تخص أخبار المشاهير على طول سكوب ما في شك. طيب ريا خلينا ناخذ لو أنا منك هلا بس نحتفل بالعيد الخمسين إن شاء الله للأم بي سي بيكون سكوب مع ريا العجوز بس بعدني. الله يعطيك طول العمر إن شاء الله. ريا إيش خلينا نتكلم على الكواليس، المواقف الطريفة اللي مرت عليك اللي ما تنسيها أنت. كل المواقف طريفة، بس في كمان كتير جدية بالانترفيوز يلي بنقدمها بسكوب. المواقف الطريفة أكتر شيء بفتكر صارت بArabs Got Talent، وهذا الشيء واضح لأنه Arabs Got Talent برنامج كوميدي، بس إنه بسكوب في كتير يعني في شيء عم بتذكره كتير هالأيام. كان مع هيو جاكمان من كم سنة كنت بمهرجان تورونتو وأنا مرشحة كتير،
وهو كثير هيك متعاطف. هيو جاكمان بقول لي كم هاف ا هاج كل هالشيء، قلت له لا 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 ما فينا انا مريضه، واستغرب شوي. بس هلا بايام الكوفيد اكيد كانوا ضهروني من الاوضه وطلبوا مني اعمل. طيب ريا انت نعرف انك ما تجاملين، يعني في حفل لشبونه بعد لقاء طويل وشفتي الزملاء وكان عندنا ممثل لنا اللي هو هاني، مين كانت الاطلاله اللي شفتيها موجوده عنده وحسيت انه جنتل في هذه؟ خلينا نروح لزملائنا وزميلاتنا. عم تتكلموا عن الاطلالات عشان يعني هلا ما فيني، لانه انا شهادتي كثير مجروحه كانت بالعيد الثلاثين، لانه كل زميلاتي انا بحبهم من كل قلبي وكل وحده عندي قصه معها وكل حبي، يعني ما فيني اقول مين احلى شيء، لالي كلهم الاحلى. انت الاحلى كان انه اجتمعنا كلنا. صحيح. المشكله انه انا كنت عم بعمل الانترفيوز الحلقه الخاصه من ترندينج وما قدرت اخذ صور مع زميلاتي يلي انا بحبهم اكثر شيء، وقد ايه كنت مبسوطه ما لحقت اخذ صوره مع حدا، بقى بتليفوني ما عندي ولا صوره، عم بعمل ريبوست لكل اللي عم يعملوا بوست. اكيد اكيد بس اكيد ما فيني اقول من الاجمل. اكيد تحيه لكل الزملاء. وانت يا ريا بشكل شخصي يعني ما شاء الله يو ستود اوت، اللوك كان خرافي، الفستان الاحمر يعني يا يا يا. طيب ريا بنسالك، انت من يوم ما بداتي مع ام بي سي 21 سنه، هل توقعتي حتى لو كان عندك طموح ويعني متامله لنفسك النجاح، توقعتي توصلي لهذا النوع من النجاح؟ اكيد لا، اكيد لا. انا بشتغل يوم بعد يوم، بحب السينما وحبيت اعمل برنامج سينما مع النجوم. يعني انا بالنسبه إلي البرنامج صغير، بس انه ما كنت متوقعه انه البرنامج رح يدوم عشرات السنين ورح نشوفه مع اكبر النجوم، بل انه مين فيه يحلم بهالشيء، انه هالشيء صار بفضل اول شيء الام بي سي وكميه المشاهدين يلي بيحضرونا. هيدا اول شيء، اول فضل هو للمشاهدين ولكثره المشاهدين يلي بنشملهم مع الام بي سي. طيب جهدك، لأنه أنا جهدك يا ريا لا هو جهدك وشخصيتك انت الحلوه اللي اضافت هذه الروح على البرنامج. طب الان انت ايش شعورك بعد ما شاء الله ما حققتي كل هذه السنين من النجاح في البرنامج يعني ومع عائله ام بي سي؟ الشعور كثير حلو اليوم، لانه كلنا عم نحس انه هالمحطه هي انجاز وهالمحطه هي something special ما بحياتنا رح نشوفه غير مطرح. ونحن ويكبنا هالمسيره، ويكبنا برامج مثل Arabs Got Talent وScoop with Rias، انا عم بحكي شخصيا، ويكبنا كل التغيرات يلي بفضل الام بي سي شفناها على الساحه الاعلاميه بالوطن العربي. Very special. طيب ريا كلمه اخيره توجهها لعائله ام بي سي. عائلة ام بي سي هي انتو وانا ومدراءنا وكل الناس يلي بيشتغلوا من وراء الكواليس يلي لازم ما ننكر لهم الجميل. يعني بعرف قد ايه في ناس بيشتغلوا وراء الشاشه وبدنا نشكرهم، وبدنا نشكر المشاهدين يلي الوفاء والحب لهم دايم 30 سنه يعني. بالتاكيد. الف عافيه يا ريا، شكرا لك، مبسوطين انك كنتي معنا اليوم، وان شاء الله نستضيفك بعد 10 سنين و20 و30 سنه ودائما مكمله معك. صحيح. صاحبه الابتسامه الحلوه والجميله والروح الحلوه كانت مع ريا. نروح لي ساره وهاني. والله هاني انا سويت اللي علي، لمحت الريا قلت لها هاني مثلنا مين الافضل، الاطلاله الحلوه، بس عاد قالت الكل ومعك يقولون نجمه انت وساره اليوم من ام بي سي. أول شيء تحياتنا لريا، يعني ريا طبعاً من البرامج اللي أنا وأنا صغيرة كنت أقول يا سلام أبغى أشتغل زيها، أبغى أقابل الناس هذه. نجوم. بعدين لما كبرت عرفت إنه من جد الشغل مرة كثير. طبعاً. وكل ما أشوف ريا أقول لها نفس الشيء، بليز سلمي لي على برادلي كوبر، فما أنا عارفة إذا هي سمت لي ولا لا. بس تحياتنا لها ونتمنى لها كل التوفيق إن شاء الله.